بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا اعتبر خلصنا الفصل الأول بالكامل، دروس الفصل الأول بالكامل اللي بيتحدث عن المقارنة والتصنيف. النهاردة ان شاء الله ناخد اختبار الفصل الأول والاختبار التراكمي. نبدأ كده على بركة الله، وياريت يبقى معاك كتاب المدرسة وتبدأ تحل معايا خطوة خطوة. نبدأ كده على بركة الله. السؤال الأول بيقول لي: واحد، يصل الطالب بخط بين العلبة والوعاء المماثل للونها. يبقى أنا عندي علبة خضراء وعلبة حمراء، أحط العلب الخضراء في الوعاء الأخضر والعلب الحمراء في الوعاء الأحمر. يبقى ده خضراء، يبقى نحطها في العلبة الخضراء، خضراء، وآدي الخضراء نحطها في العلبة الخضراء، دي حمراء نحطها في اللون العلبة الحمراء، وآدي نحطها في العلبة الحمراء. يبقى أنا كده صنفت العناصر حسب خاصية واحدة وهي خاصية اللون. اثنين بيقول: يصل الطالب بخط بين الأشياء في المجموعتين ثم يصف العلاقة بينهما مستعملا يساوي. يبقى ادي علبة معجون وفرشاة، علبة معجون وفرشاة، معجون وفرشاة، معجون وفرشاة، معجون وفرشاة، عدد الفرشاة على قد عدد المعجون. يبقى أنا عندي كلمة إيه؟ عندي كلمة يساوي. يبقى عندي كلمة يساوي، يستخدم كلمة يساوي. أخذ مثال كمان، قلم مع مساحة، ادي قلم مع مساحة، قلم مع مساحة، ولا خلينا نبدأ من هناك احسن عشان بعاد شوية. يبقى انا عندي ايه؟ ادي قلم مع مساحة، قلم مع مساحة، قلم مع مساحة، قلم مع مساحة، قلم مع مساحة. هنا المساحات اكثر، يبقى انا هحوط المجموعة الاقل حسب ما بيقول لي هنا، حوط المجموعة الاقل، يبقى الاقلام هي الاقل، واكتب كلمة ايه؟ اقل، أقل من، أقل من. يحب هنا حوط المجموعة الأكثر، يبقى أنا إيه؟ أدي بحيرة مع بطة، 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 البط هو الزيادة، يبقى أنا حوط الأكثر من، يبقى البط أكثر من البحيرة، يبقى نكتب كلمة إيه؟ أكثر من، أكثر من. طيب هنبدأ إن شاء الله نحل مع بعض الاختبار التراكمي على الفصل الأول. السؤال الأول هنا بيقول لي إيه؟ بيديني هنا إيه؟ تفاحة. أنا عايز أقارن أو أصنف التفاحة بحاجة شبيهة من هذه الإيه؟ من هذه العناصر. أنا ملاحظ إيه؟ التفاحة واخدة هذا الشكل، تشبه العنقود، عنقود العنب بشكل كبير، ولها ماسك هنا جزء اقدر امسك التفاحه منه، ايضا عنقود العنب لها جزء، يبقى الشبيه بها او لها نفس لنفس الخصائص يبقى عنقود العنب. هنا اتنين، عندي كم كره هنا؟ واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته. طب هنا العدد واحد، اتنين، تلاته، اربعه، هنا واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، هنا واحد، اتنين، تلاته، يبقى السته دي اكثر من اي واحد فيهم دول، اكثر من الاربعه واكثر من الخمسه واكثر من السته، بس اكثر من العدد الاقل مباشر له، يعني السته ايه اللي بعدها اقل منها على طول؟ الخمسه، يبقى انا باخد الخمس كرات، يبقى السته اكثر من الخمسه، يبقى انا باخد الاقل المباشر بعدها على طول. هنا عندي سلسلة فيها خمس خرزات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هنا عندي سلسلة أيضا فيها خمس خرزات، يبقى هذه المماثلة لها، المماثلة لها. هنا ثلاث أقلام، يبقى المماثل له ثلاث أقلام. هنا ثلاث موزات، هنا عندي كام؟ اثنين، أربعة، ستة، وهنا خمسة، وهنا أربعة. الثلاثة أقل من إيه مباشر؟ الأكبر منه على طول الأربعة، يبقى الأربعة الأكبر منه بشكل إيه؟ بشكل مباشر. هنا عندي عشر أقلام، دول واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشر، أحداشر أكبر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة أقل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة مساوي له، يبقى بناخد الإيه؟ بناخد المساوي. هنا الزرار ده
اكبر من اي واحد فيهم بشكل مباشر، اكبر من هذا بشكل ايه، يساوي هذا قصدي بشكل ايه، بشكل مباشر مماثل له يعني في الايه، في الحجم وفي الشكل. يبقى كده انهينا الايه، انهينا الفصل الاول بشكل ان شاء الله. اتمنى من الله عز وجل يكون استفدت بشكل كبير. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لحجز منهج التدريس اونلاين صوت وصورة، بس هتحتاج فقط تابلت وخط انترنت، وانا هبعت لك اللينك ونبدا ان شاء الله التدريس صوت وصوره ومتابعه من الاهل اللي حبوا يحضروا او يشوفوا او يشاهدوا طريقه التدريس. اسعار ان شاء الله هتبقى في متناول الجميع، بعيده كل البعد عن اسعار الدروس الخاصه باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للصفوف الابتدائية، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة هتبقى متابعة لجميع المواد، لو انت حابب تحجز جميع المواد او الرياضيات فقط براحتك، ولكن انا براجع او بتابع مع الطالب من المرحلة الابتدائية للمرحلة والمرحلة المتوسطة، بتابع معاه مراجعة لكل المواد وتأسيس. بالنسبة للمرحلة الابتدائية تأسيس لمادة لغتي ومادة الرياضيات ومادة اللغة الإنجليزية، لينك التسجيل في أسفل الفيديو. لشراء المنهج ابعت لك فلاشة عليها المنهج فيديوهات بالكامل وفيديوهات أخرى مع المذكرات مطبوعة ورقيا بإذن الله سبحانه وتعالى، لينك الشراء واشحنهم لك إلى أي مكان في العالم، لينك الشراء في أسفل الفيديو. إن شاء الله يكون لنا موقع تسجل في هذا الموقع وتدخل على المنهج اللي أنت عايزه، هتلاقي الدروس، تدخل على الدرس هتلاقي الفيديو تحتيه المذكرات من أي مكان في العالم. الموقع إن شاء الله أسيب لك لينكه لما يجهز بإذن الله في أسفل الفيديو. أتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.